مشاهدينا الكرام، تحيه الود والاحترام، صباحكم خير وبركه، محطات وفقرات متنوعه نتمنى انه تنال رضاكم واستحسانكم. صباح نجدد فيه ولائنا وانتمائنا لوطننا السودان وندعو فيه الجميع للتسامح على رايه الوطن. بالامس كان اليوم العالمي للاذاعه والتلفزيون، تحيه لزملاء الذين يطاولون ساعات النهار ويسامرون ساعات الليل من اجل الكلمه المذاعه في إعدادها وتقديمها وتنفيذها وإخراجها. تحية كمان لزملائي في قناة الشروق اللي دائما هم بيسعوا لإرضاء المشاهد الكريم في تقديم مادة إعلامية دسمة تفيد المشاهد. لا أنسى أن أحيي زميلي مهد نوري والزميلة منى عبد الهادي والزميل محمد محمود لتكريمهم من ضمن نجوم العام 2022. نتمنى لهم مسيرة حافلة بالعطاء والمد المتواصل بإذن الله تعالى. إذا فقرات متنوعة في صباحاتنا الندية، حيكون اليوم حديثنا عن اليوم العالمي أو الاحتفال باليوم العالمي للجودة. بالتأكيد الاحتفال باليوم العالمي للجودة هو نواة حقيقية لأفضل المعايير العالمية وأيضا للتسويق في الداخل. كمان حيكون حديثنا في فقرة عافية عن شلل الرعاشي، حنتحدث عنه باستفاضة، حنتكلم عن أعراضه وأسبابه وكيفية العلاج وأيضا الوقاية. أيضا حيكون لنا حديث مع أبناء الوطن البارين المبدعين في مجالات مختلفة، حيكون الحديث عن جهاز بلولة للاستخلاص الكيمائي وعلى ماذا يعتمد الجهاز وما هو الجهاز حتى نعرفه بالنسبة للمشاهد الكريم. إذن أهلا وسهلا بالمشاهدين، نرسم صورة الصباح الزاهية الباهي بمتابعتكم. لحن الصباح للجميع. بحب عني وحبيته ما بخلي لو جنيته، حبني وانا حبيته ما بخلي لو جنيته، في ناس مغلوبة وزعلانة ما بخلي لو، حتى انا وقتها بغرانة ما بخلي لو، حزانة وبغرانة ما بخلي، تعهدني وأنا أوفيته أكون شريكته وسيت بيته، حبعني وحبيته ما بخلي لو جنيته. في حالنا ما بخلي، ساعدنا هدفنا وأمانا دنا ما بخلي، يا ناس خلونا في حالنا ما بخلي، ساعدنا هدفنا وأمانا أنا ما بخلي، لو درتوا تعرفوا أحوالنا ليكم بحالنا يا ريتوا، حبعني وحبيته ما بخلي لو جنيته. على فكرة نحنا في سعادة ما بخلي، أدونا خاطركم يا
وستبعته حبعني وحبيته ما بخليه لو جنيته على فكرة نحن في سعادة ما بخليه أول يوم لقيته حبعني وحبيته ما بخلي لو جنيته أنا ما بخلي هاي ما بخلي